شو بدك جيب لك معي من بيروت؟ جيب لك ألعاب مثل ما كل الأمهات بيجيبوا لأولادهم، أو جيب لك ثياب جديدة بدل اللي شحتنا لك ياهم من الجيرة، أو جيب لك دواء للمغص لأنه هذا اللي عم بعطيك إياه مثل المي ما عم يبني. على فكرة أنا كنت عملت لك ببيتنا غرفة كتير حلوة فيها كتير ألعاب، بابا هو اللي عمل لك التخت بإيده. تكبرني عن جد بكره مسافرة على بيروت؟ شو؟ مسافرة ولا لا؟ بلى، رح تطولي؟ شو بكي كل ما اسألك سؤال بتسكتي؟ ما بعرف. خايفة؟ لا. طيب، إذا مو مرتاحة لهالسفرة بلاها، مالك مضطرة عليها. بدي سافر.